السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمتابعينا الأعزاء. النهاردة معانا عربية فراري، وكالعادة طبعا لازم تكون بريموت كنترول. العربية لونها أحمر، وشكل علبتها من بره حلو، تنفع هدية. لو دخل على حد بهدية طفل صغير تجيبها له هيفرح، ولو تجيبها لي أنا هدية هفرح. شكل العلبة من بره حاجة محترمة بصراحة، فخمة. العلبة خامتها متوسطة حلوة، مش سيئة بالمرة، حلوة يعني زي ما بقول تنفع هدية. ده شكل علبة من بره من كل الاتجاهات ما شاء الله. طيب ده شكلها من بره، هنفتح العلبة مع بعض ونشوف ايه محتواها. وده معانا كل محتوى العلبة، العربية والريموت كنترول والشاحن. بصراحة نادرا لما بشوف شاحن زي ده، اني اشحن بيه العربية نفسها، اوصل الشاحن بالعربية نفسها، مش اطلع البطارية واشحنها بشكل خارجي. انا شايف ده افضل طبعا، اني اشحن العربية وهي البطارية جواها. حاجة برضو شكلها حلو بصراحة. الريموت ضاع، الريموت وجع يا جدعان، الريموت وجع. حاجة كده ظريفة خفيفة، دمها خفيف. اني دي مفاتيح، تمام، بنفتحها كده عشان نشيل العربية. نركن دي على جنب ونتفرج على العربية نفسها. ده شكلها، شكلها حلو. ادعوا لي ربنا ان شاء الله يكرمني واجيب واحدة زيها، تمام، ساعتها هتكبر عليكم. ده شكل العربية من قدام ومن ورا. ثواني كده، تصميمها حلو بصراحة. وده حجمها، حجمها كبير حلو. شكلها من كل النواحي. عندنا هنا أربع بطاريات ليثيوم بوليمر. عندنا ده مكان الشاحن، الشاحن بنحطه هنا كده وبس، وبنوصل الشاحن بالكهرباء والعربية بتشحن عادي جدا. نشغلها من هنا، فين اهو كده احنا شغلناها. وطبعا احنا حاطين حجارة هنا في الريموت كنترول عشان نجرب على طول مع بعض بالمرة. عندنا هنا الزرار ده بيحرك العربية لقدام ويحركها لورا، تمام. طبعا انا لو دست العربية هتجري، فانا مش عايز اجريها، تحرك من هنا لورا والقدام. وده بيحركها شمال ويمين. عندنا هنا العجلتين اللي قدام بيتحركوا شمال ويمين، زيها زي العربية الحقيقية بالظبط يعني، تمام. يعني بدأ أحرك لقدام ولورا، بدأ أحرك شمال ويمين، يعني ممكن ألفها لفة كاملة وهي على الترابيزة. لكن دي العربية من قدام فيها نور بينور لما بتتحرك، لما تحركها لقدام او لورا الاضاءة بتنور. بصراحة شكلها حلو. ده شكل العربية من الجنب، شكل العجلات من الجنب. وطبعا مش هننسى نتكلم عن وظيفة الزرار ده، انه بيعمل حاجه بصراحه انا استغربت لها يعني، واتفاجئت لما اكتشفت انها بتحصل. الزرار ده لما بندوس عليه بيفتح الابواب واحده 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 واحده. طبعا لو دوست عليه دوسه مطوله بيفتح الابواب ويقفلها كان العربيه هتطير، تمام. فعشان نفتحه ونقفله بشكل يعني احترافي او شكل كويس ومقبول، بندوس عليه مره واثنين وثلاثه لغايه الباب ما يفتح. ولو حبينا نقفل الابواب بندوس عليه مره كمان مرتين ثلاثه لغايه الباب ما يقفل. ده شكلها من ورا وهو الباب بيفتح وبيقفل. بصراحه حاجه ظريفه يعني، حاجه ظريفه. ولون العربيه ازرق. دي يفضل انك عشان تلعب بيها يكون على ارض يعني على بلاط سيراميك، ما تنفعش طبعا في اراضي كده. ايه ما تنفعش يعني، مش زي العربيات العاليه، العربية قريبة جدا من الأرض. وده الطبيعي يعني، عربية فيراري هيكون الطبيعي إنها تكون مخصصة أكتر إنها يتلعب بيها جوا البيوت. العربية بصراحة حلوة، وقت اللعب بيها يعني في الشحنة الواحدة ممكن تستمر تلت ساعة. أنا شخصيا جربتها واستمرت معايا تقريبا 20 دقيقة أو أكتر من 20 دقيقة لعب متواصل. ده كان فيديو النهاردة، فيديو سريع عن العربية الفيراري، تمام. مش عارف بصراحة الموديل ده اسمه ايه يعني، بس هي فيراري. ما فيهاش اوبشنز كتيرة،
بسيطة، ويعني يمكن دي حاجة أنا شايفها برضو لطيفة مش حاجة سيئة، إنها العربية بسيطة، استعمالها بسيط زيها زي العربية الحقيقية، تمام؟ إنها واحد بيشغل ورا وقدام والتاني بيحركها شمال ويمين. لو تقدر تعمل بها دريفت يعني ورينا شطارتك، تمام؟ بس كده. ودلوقتي هنروح لفيديو التجربة. العربية متاحة من خلالنا باللون الأحمر اللي أنا شخصيا بحبه بصراحة يعني. لو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناة وتدوس على زر الجرس علشان تتابع كل جديد. ودلوقتي هنروح مع بعض الفيديو التجربة.